في برنامج الجدعان. على بعد 650 كيلو مترا من القاهرة بدأت زراعة 44% من مساحة مصر. رجل واحد تقف وراءه دولة ورئيس هزم الروتين والبيروقراطية وفوضه الجميع للتصرف في ملايين الأفدنة بجرة قلم. فمن هؤلاء الجدعان الذين سيهزمون الصحراء الموحشة؟ أصعب حاجة في الزراعة اختيار المكان اللي هتزرع فيه. وما هي حكاية قوس أبو سعيد المجهول والذي تجري أسفل رماله أنهار من المياه العذبة؟ ملايين الأفدنة تحتها أنهار من المياه الجوفية. وأين تقع القرية التي بنيت بالكامل من الطوب اللبن وأشجار الصمت؟ كل هذا وأكثر في برنامج الجدعان الجمعة 15 ديسمبر في 7 مساء على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.